شيخ وفقكم الله، يقول أحد الدعاة، يقول إننا لا نبدع عثمان رضي الله عنه، ولكن نقول إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، يقول ما حكم قوله هذا؟ هذا هو البدعة، الرجل هذا هو البدعة وهو المبتدع، يجب يحفظ لسانه عن مثل هذا الكلام. عثمان خليفة راشد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا يعني من حرصه على السنة، يبدع الصحابة، يبدع الخلفاء، هذا من حرصه على السنة. هل السنة هكذا؟ نسأل الله العافية. هذا من الجهل وعدم معرفة البدع من السنة. نعم.